بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه مكملين مع بعض في لغة تايب سكريبت. في الدرسين اللي فاتوا كنا بدأنا نتكلم على الكاستم تايب بتاعتنا، وخدنا أول حاجة اللي هو التايب بتاعنا. التايب بتاعنا باختصار الدرسين اللي فاتوا كان ملخص في الأربع حاجات دول. أولا التايب بتاعنا اللي على شكل أوبجكت، أو السنتكس بتاعه بنفس شكل الأوبجكت، وبنقدر نستخدمه كتايب للأوبجكت نفسه. طبعا شوفنا الكلام ده في الدروس اللي فاتت فمش هعيده تاني. وبعدين خدنا التايب اليس اللي هو باختصار شديد أنا بعرف اي اسم وليكن اكس واي زد، وبديله نوع متغير واحد او نوعين، او اقدر اعمله اري اقدر استخدمه في اي مكان في البرنامج. فلما اجي اقول في اي مكان اكس، فالاكس دي معناها نمبر او سترنج، يعني انا خلقت تايب جديد نوعه تايب او سترنج. تمام، دي الحركة دي بنسميها تايب اليس، شرحناها بالتفصيل ممل. او ان انا بعمل تايب بديله مجموعة من الارقام بسميه لتر تايب، او اللي هي معناها الحروف يعني. وبعدين اخر حاجة خدناها التوبلز تايب او التوبل تايب، ده معناه باختصار برضو ان انا بعمل تايب مثلا وليكن على شكل array او بشكل معين بالشكل ده كده. وطبعا الري ممكن يكون ليها 50 شكل، انا بدي مثال بسيط ونقدر نستخدمه. الكلام ده كله زي ما قلت انت حاليا شايفه ان هو حاجات بسيطة، ولكن لما نستخدم على مشروع عملي هتلاقي الكلام ده كله وضع تاني. طيب دلوقتي هنتكلم عن حاجة اسمها انتر، بالانجليزي انترفيس. طبعا كلمة انترفيس الترجمة الحرفية بتاعتها الواجهة، ولكن طبعا هي مش مقصود بيها الواجهة. طب ايه الانترفيس؟ باختصار الاجابة البسيطة هي حاجة تعتبر زي التايب دي بالظبط، ولكن في شوية فروقات ما بينهم هنعرفها وبعدين هنقارن بينهم في الاخر. طيب ايه الفرق بين الانترفيس وبين التايب؟ هنعرف طبعا. اول حاجة عشان اكون انترفيس جديد، وهنعرف ايه اصلا فايدة الانترفيس، بكتب كلمة انترفيس ثم بكتب اسم الانترفيس. زي مثلا هنا انا بقول له تايب يوزر، بس مفيش يساوي، يعني انا بعمل كده على طول قوسين وبديله الداتا اللي انا عاوزها. نفس فكره الاوبجكت ده، يعني انا لو خدت ده كده كوبي زي ما هو وحطيته هنا مفيش اي اعتراض هيحصل. طيب اول استخدام عندي للانترفيس زي ما انت عارف، لو انا عملت اوبجكت جديد، لو انا جيت قلت له مثلا او بي جي واحد اللي هو اوبجكت واحد يعني، وقلت له بيساوي كده كده كده، تمام، يعني مثلا خدت الداتا دي وحطيتها هنا، بس بدل ما انا بقول له انواع، لا انا هقول له مثلا الاي دي بتاعي بيساوي 10، النيم بيساوي احمد، الاتش او العمر مثلا بيساوي 20. فكده ادي ده اوبجكت عادي خالص، مفيش اي اعتراض او في اي مشاكل عندي. تمام، طبعا المفروض ان انا احط يعني الفصلات بتاعتي دي، فكده الدنيا تمام. تمام، طيب عاوز بقى ادي الاوبجكت ده نوع. طب انا الاول كنت بعمل ايه؟ كنت باجي عند اخد التايب اللي هو اسم يوزر، يعني انا مثلا اجي هنا اقول له يوزر، هيقبلها؟ هيعترض على اي حاجه؟ تعالى نشوف هو معترض ليه. لان انا قايل له ان الايدج بتاعتي دي سترنج، وانا هنا حاططها نمبر، فطبعا كالعاده زي ما شرحنا بالتفصيل هيعترض، فانا هخلي الايدج بين دبل كوتيشن زي كده، فكده مفيش مشاكل. طيب ده كده انا استخدمت التايب اللي انا عملته في الدروس اللي فاتت. طب لو انا عاوز استخدم الانترفيس بتاعي هل هيبقى في مشاكل؟ لا، نفس الاوبشنات اللي احنا قلناها في التايب هي موجوده في الانترفيس. طيب السؤال اللي جه في بالك، لما هو نفس الاوبشنات السنتكس يعتبر او طريقه التعريف واحده، الاختلاف بينهم ان هنا مفيش يساوي وهنا في كلمه يساوي، وهنا بكتب تايب وهنا بكتب انترفيس، طب ليه عاملين حاجه جديده ليه وبنوجع دماغنا؟ اكيد ليه، اكيد ليه فوائد وليه معلومات هنعرفها. بس مبدئيا كده اول حاجة ان انا اقدر اخلي اي عنصر من العناصر اوبشنال زي التايب بالظبط، فده لو انا هنا ما كتبتش الايدج مش هيعترض، لو شلت علامة الاستفهام اعترض على طول، قال لي ان انا عندي التايب بتاعي عبارة عن اي دي ونيم وايدج، وانت عامل لي اي دي ونيم فقط. تمام، فاحنا هنرجع هنا ده كده، فده كده اول حاجة. تاني حاجة موضوع اللي هو الريد اونلي، يعني نفس الفكرة برضو، لو خليت الاي دي ريد اونلي فبالتالي انا فيما بعد ما اقدرش اجي اقول له الاو بي جي زي ما شرحنا في الدروس اللي فاتت دوت اي دي بيساوي مثلا 30. تمام، انا بدي قيمة مرة واحدة للاي دي، لكن ما ينفعش ان انا اغيره فيما بعد. فهو هنا حاليا معترض ليه يا ترى؟ بيقول لي كان نوت اساين تو اي دي بيكوز ات ريد اونلي، يعني هو بيقول لي ان هي ريد اونلي. فانا لو شلت كلمه ريد اونلي دي خلاص الراجل مش هيعترض ومفيش اي مشاكل. فانا كده عرفت انترفيس، تمام، خليته ريد اونلي وخليته اوبشنال، وفي نفس الوقت اديته لاوبجكت معين. طيب عظيم قوي قوي. طب الانترفيس باختصار شديد
واجهه او شكل او استراكشر للبيانات. يعني انا مثلا دلوقتي موجود في كلاس، تمام، جاي لي شويه داتا بتاعت اليوزر، فالداتا دي انا عاوز افاليديت على شكلها، بحيث الداتا اللي جايه لي ابقى عارف، والمبرمج اللي شغال عارف ان انا جاي لي اي دي ونيم وايدج وبنفس النوع ده كده، تمام. فلما اجي استخدم الاوبجكت ده لازم احط له البيانات. طيب كويس جدا، ده كده اول حاجه فيما يتعلق بالانترفيس. السؤال اللي هو كنت بتساله من شويه، ايه الفرق بين الانترفيس والفرق بين التايب؟ اولا الانترفيس ما اقدرش ان انا اعمل فيه الحركه دي، يعني ما فيهوش حته التايب الياس. يعني التايب بيتميز عن الانترفيس بالجزئيتين دول، اللي هي التايب الياس والليتر تايب، اللي هو الجزئيه دي والجزئيه دي، وطبعا هي يعني دي تعتبر هي نفس الفكره بتاعه دي، تمام. فكده ده كده اول حاجه التايب بيتميز فيها عن الانترفيس، اللي هي الثلاث حاجات زياده. بقيه الحاجات الانترفيس بيتميز عليها ازاي؟ لو انا جيت ركز معايا، لو انا جيت قلت له انترفيس داتا برضو بنفس الاسم اللي فوق، خد بالك ايه، بنفس الاسم الايه اللي فوق، وجيت هنا قلت له مثلا ادرس، يعني العنوان، والعنوان ده عباره عن سترينج، ايه اللي حصل كده؟ ركز بقى معايا، انا طبيعي ان انا لما باجي اكون عامل فاريبل واجي اعرفه مره تانية بيطلع لي رساله فيما معناها ان هو معرف مسبقا فما تعرفوش مره تانية. فانا هنا جبت الانترفيس بتاعي اسمه داتا، جيت عملت انترفيس بنفس الاسم، طب ايه اللي حصل؟ بص، قال لي بروبرتي ادرس از ميسنج ان تايب. اه ازاي ده؟ يعني انا حاليا دلوقتي بقول له ان الاوبجكت ده من نوع داتا، فهو بيقول لي ان انت ناقصك هنا بروبرتي اسمها ادرس. طب ايه الادرس دي اللي انا زودتها؟ طيب معناه ايه الكلام ده؟ المفروض انت تكون فهمت لوحدك. معناه ان انا بعمل حاجه اسمها ري اوبن للانترفيس. ازاي؟ يعني انا باجي في اي مكان اقول له انترفيس اسمه داتا، كده انا فتحته من اول وجديد وزودت عليه حاجه تانية. طب هتقول لي طب ما تزود الادرس هنا، هقول لك لا، ممكن تبقى انت شغال في كذا كلاس وكذا فانكشن، هنشوف الكلام ده فيما بعد، فالجزئيه دي ما ينفعش اعملها في التايب. طب دليل على كلامي، لو انا جيت اعمل تايب جديد سميته يوزر بنفس التايب اللي فوق ده وقلت له بيساوي اي حاجه، طبعا ضرب لي ايرور في الاثنين، قال لي ان هي الدبليكيت، دبليكيت يعني معرفه مسبقا، فدي كده حاجه الانترفيس ده. انت برضو ممكن تبقى متلخبط، طبيعي ان احنا واحنا شغالين هنستخدم موضوع الانترفيس ده كتير جدا، واوقات هنستخدم تايب، فهتشوف الفروقات بينهم. فاول فرق زي ما قلنا لصالح التايب الحاجات الزياده، اللي هو التايب الياس والليتر تايب والتوبل تايب او التوبلز يعني، تمام. الانترفيس في ميزه مهمه جدا اللي هي الري اوبن، اللي انا اقدر افتحه. طيب انا هنا قلت له ان الاوبجكت ده نوعه داتا، فالداتا دي عباره عن الثلاث عناصر دول زائد العنصر الزياده، ليه؟ لانهم بنفس الاسم. فانا لما بقول له انترفيس داتا كاني من اول، يعني كاني بزود عنصر على الانترفيس اللي فوق، تمام. طيب هاجي هنا اقول له ادرس بس واكتب هنا اي حاجه، ما اعترضش كده، الامور عندي تمام، مفيش اي مشكله. طيب ممكن امسح الادرس من هنا، الحل ايه؟ ان انا اخلي وليكن الانترفيس ده اوبشنال، او الخاصيه دي اوبشنال اسف، يعني لو ما بعتهاش مش هيعترض على حاجه. طب تعالى كده نشوف، هو بس كان بيعمل كومبايل لنفسه فما اعترضش على اي حاجه. فانا لو جيت قلت له كونسول دوت لوك، من فضلك اطبع لي الاو بي جي واحد دوت مثلا اي دي، وبعدين نعمل مسافه زي كده، وكمان اطبع لي الاو بي جي واحد دوت مثلا نيم، وبرضو نعمل مسافة، وهنطبع الاو بي جي واحد دوت الاتش، تمام. يعني هطبع التلات عناصر جنب بعض، هنشغل السطر اللي هو بتاع التي اس نود، وزي ما قلت طبع لي 10 و21. لو انت مش هتشتغل بالتي اس نود مفيش اي مشكلة. طب لو انا زودت الادرس مش هعترض، تمام. يبقى انا بعمل انترفيس شكل للداتا. في حاجات دايما، مثلا انا بعمل انترفيس للبيانات بتاعت اليوزر، في بيانات دايما ثابته عند اليوزر اللي هي زي الاي دي والنيم والايدج مثلا، في بيانات اوبشنال زياده اللي هي زي صوره اليوزر والحاجات دي، انا ممكن استخدمها او ممكن ما استخدمهاش. فانا هعمل ري اوبن للانترفيس واخلي الحاجات دي عباره عن اوبشنال، بحيث انا لو بعتها في اي وقت تمام مش هيضر، لو ما بعتهاش برده مش هيحصل مشكله. طيب ده كده اول جزء من الانترفيس. طبعا لسه في معلومات كتير هنقولها على الانترفيس في الدرس القادم، وطبعا ساعه او وقت ما نيجي نطبق تطبيقات عمليه ضخمه، ده معتبر مثال بسيط، او مش مثال، ده بس مجرد توضيح الانترفيس استخدامها، لكن فائدتها الحقيقيه هتبان لما نشتغل في مشروع كبير ان شاء الله، تمام. الفيديو القادم ان شاء الله هنتكلم اكتر عن الانترفيس.